السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة حضرموت الفضائية. نبدأها معكم بالعناوين. محافظ حضرموت يحث المقاولين المنفذين للطريق العام للمدخل الغربي للمكلا على سرعة الإنجاز وجودة العمل. وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد على أهمية الإعداد لبدء العام الدراسي ومضاعفة المنجزات في القطاع التربوي والتعليمي بمديريات المحافظة كافة. استئناف الدراسة الجامعية في عموم كليات جامعة سيئون. ازدياد عدد الحالات المصابة بالإيدز خلال العام الحالي في حضرموت. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حيث التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا المقاولين المنفذين للطريق العام للمدخل الغربي للمدينة لحثهم على سرعة إنجاز تنفيذ الطريق الدولي العام في مقاطع الطرق بالمدخل الغربي للمدينة باتجاه مدينة فوة ومنها إلى منطقة غرير. واستمع المحافظ البحسني إلى أسباب تأخير العمل في إنجاز سفلتة المشاريع، مستمعا إلى مسببات المقاولين التي أشارت إلى الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وكانت سببا في تأخير إنجاز المشاريع، إلى جانب غياب العمالة وتأخر وصول بعض مواد العمل وبعض المعوقات في منافذ الأودية. ووجه المحافظ البحسني بسرعة تجاوز هذه المعوقات وإنجاز سفلتة الطرق بجودة عالية وبمواصفات فنية صحيحة وتلافي أي سلبيات سابقة. أشاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأخ جمال سالم عبدون بما تحقق من إنجازات تربوية وتعليمية في مديريات المحافظة. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع موسع ضم رؤساء الشعب ومديري الدوائر والإدارات التربوية والتعليمية ورؤساء الأقسام ومديري المدارس والرياض بالمديريات، مستعرضا جملة المشاريع التي استهدفت تطوير وتحديث البنية التحتية والتوسع في الشعب الدراسية وإعادة تأهيل وتشييد المباني المدرسية ورفد المدارس والرياض والمجمعات المسائية ومدارس تعليم القرآن الكريم بما تحتاجه من تجهيزات مختلفة، مستعرضا جملة الجهود التي بذلها منتسبو القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات لاستنهاج المقررات الدراسية العام الماضي في ظل جائحة كورونا التي أدت إلى تعثر وإيقاف سير العملية التربوية والتعليمية وغيرها من نواحي الحياة في المجتمع. وأكد وكيل الوزارة عبدون حرص الوزارة على إنهاء العام الدراسي الماضي وإقرار وإعلان النتيجة العامة للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، موجها الإدارات التربوية والمدرسية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف العمل للانطلاق ببدء عام دراسي يتواكب وما وصلت إليه العملية التربوية والتعليمية بمديريات المحافظة. استأنفت جامعة سيئون الدراسة الجامعية في عموم كلياتها بعد توقفها لأشهر بسبب جائحة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في مختلف مدن المحافظة. وشهدت الكليات إقبال الطلاب والطالبات خصوصا بعد إجراءات الوقاية الاحترازية التي ألزمتها إدارة الجامعة للطلاب وبشكل منتظم حفاظا على صحتهم، فيما بدأت بكلية الطب والعلوم الصحية بوادي حضرموت عملية التطبيق والتدريب العملي في المختبرات علاوة على الامتحانات القصيرة والمناقشات بعد إجراء المحاضرات عبر منصة الكلية بالإنترنت. وتأتي عملية استئناف الدراسة في عموم كليات جامعة سيئون بعد اتفاق اللجنة العليا للطوارئ في البلاد في ورشة عمل خاصة عقدت بالمكلا على أن تبدأ الدراسة في 23 من الشهر الجاري مع الاهتمام بالاحترازات الوقائية، فيما ما زالت جامعة حضرموت معلقة الدراسة في عموم كلياتها. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا الآن عبر الهاتف رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري. دكتور محمد، أهلا بك معنا في هذه النافذة الإخبارية. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور محمد، اليوم استأنفتم الدراسة في عموم كليات جامعة سيئون، كيف كانت مجريات اليوم الأول من الدراسة خصوصا بين الطلاب، وما هي إجراءاتكم التحضيرية لتهيئة الطلاب لخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني؟
حقيقة في الواقع جامعة سيئون أعطت هذا الموضوع جل اهتمامها من وقت مبكر. وقد شكلنا منذ بضع أسابيع لجنة خاصة وسميناها لجنة الاحترازات اللازمة، وحددت لنا الاحترازات المطلوبة، كما أننا حقيقة عملنا لقاءات مختلفة، اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة، وأيضا عملنا لقاء بالاتحاد الطلابي وبممثلي المجالس الطلابية بالكليات بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب. وحقيقة استعداداتنا كانت مبكرة، وعملنا تواصل مع كثير من المؤسسات والجهات الداعمة، وأيضا تواصلنا مع السلطة المحلية بالوادي الداعمة للجامعة دائما كسلطة محلية، وكممثلة أيضا للجنة الوطنية للطوارئ كلجنة فرعية. وحقيقة جهزنا بعض أشياء كثيرة، من ضمنها الكمامات التي استطعنا أن نحصل عليها، وأيضا المرشات والمضخات، وحاولنا نجهز الإمكانيات اللازمة للتدابير والاحترازات. نعم دكتور محمد، لكن يعني هل هناك من تسهيلات ستقدموها للطلاب، خصوصا وان يعني الفتره ليست قليله، فتره انقطاع الدراسه ليست قليله، يعني الفتره تقارب الخمسة اشهر او اكثر؟ نعم حقيقه نحن لحسن حظنا ان الفصل الماضي كان فصل منتظم وجيد. نعم. وتجاوزنا في بعض الحالات 85% من المقررات و75%. وأقرينا ربما هناك بعض الإشكالات فيما يخص أعمال الفصل، الاختبار الأول والاختبار الثاني لم يتم، أخذت جملة من التدابير لأعطاء تسهيلات معقولة بحيث أنها لا تضر عملية التقييم وتضمن عدالة في نتائج الفصل الثاني. وحقيقة نحن أخذنا الموضوع في شقين، الشق الأول هو استكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي. نعم. وأيضا التهيئة للعام الدراسي القادم، فهناك تدابير كثيرة، وتم أيضا وضع رؤية كاملة للجامعة بناء على ما وضعت من اللجان ومن الأطر المختلفة، استوعبت كل المعنيين بالأمر. هذه الرؤية تم أيضا وضعها في خلال الورشة، وحقيقة نحن التزمنا بكل التوصيات. نعم والورشة. نعم. وباشرنا. نعم دكتور محمد، عفوا على المقاطعة، لكن من ضمن التوصيات هو استئناف الدراسة في 23 من هذا الشهر الجاري. أنتم استأنفتم الدراسة على الموعد المحدد، فيما هناك جامعات حكومية أيضا في داخل حضرموت لم تستأنف إلى اليوم، يعني هل أنتم تستطيعوا القول أنكم مستعدون كامل الاستعداد للاستئناف، أم أن هناك عوائق يمكن أن تصادفكم خلال هذا الاستئناف أو خلال اتخاذكم هذا القرار؟ حقيقة المتمعن لتوصيات الورشة، الورشة أعطت صلاحية للجامعات، كل وفق ظروفه. نعم. وكل جامعة لها ظروفها ولها أعدادها من الطلاب أكيد، ولها ظروف دعمها. فنحن حقيقة وجدنا أن ظروفنا مواتية، وبدأنا وتوكلنا على الله. وحقيقة هذا اليوم نحن أمامنا زي ما حسب ما ذكرت لك خطين، هو استكمال الفصل وهو إجراء الامتحانات، ثم أيضا التهيئة للعام القادم الدراسي القادم. بالنسبة. نعم. للشق الأول، نحن في هذا اليوم بدأنا الدراسة في كلية الطب والعلوم الصحية نظرا للخصوصية، كلية الطب هي بدأت شوية متأخرة، وبالتالي متبقي 8 أسابيع دراسية. وكلية الطب حقيقة بحكم طبيعتها ككلية والكادر الموجود فيها ومستوى وعي العاملين فيها، حقيقة اتخذت أعطيناها صلاحية في اتخاذ التدابير، وبالفعل تمت القيام بكل التدابير اللازمة، وهذا اليوم بدأوا فعلا بالدراسة. كما أنهم أيضا حقيقة كلية الطب لديهم تجربة رائدة في مسألة الاستفادة من التعليم الإلكتروني، وسجلوا كثير من المحاضرات وعملوا استديو خاص لتسجيل المحاضرات. نعم نعم، مزجوا بين الجانب الإلكتروني والجانب العملي التنفيذي. كما تعلم في الطب لازم من المعامل، فوزعوا الطلاب إلى مجاميع معقولة بحيث ووفرت كل الاحتياطات اللازمة. نعم دكتور محمد، لكن الوقت لا يسعنا، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة عبر الهاتف. دكتور محمد عاشور الكثيري رئيس جامعة سيئون كنت معنا عبر الهاتف في هذه النافذة الإخبارية، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لكم.
احتفت مؤسسة حضرموت بالذكرى 14 على تأسيسها، والذي يصادف 22 من أغسطس من كل عام، حيث نظمت العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة احتفائية شارك فيها عبر برنامج الزوم رئيس مجلس مؤسسي وأمناء المؤسسة المهندس عبد الله أحمد بقشان، وعضو مجلس أمناء المؤسسة المهندس أحمد باشويه والمهندس محمد بايمين. وجرى خلال الاحتفائية تكريم موظفي وعمال المؤسسة لمساهمتهم في إنجاح برامج المؤسسة خلال مسيرتهم المهنية. وتخرج عبر المؤسسة الآلاف من الطلاب المبتعثين في مختلف جامعات العالم. المزيد في التقرير الآتي. ومن لم يذق مر العلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. هذه المقولة كان نتاجها 1451 مبتعثا في مختلف جامعات العالم، و4513 خريجا من أرقى منارات العالم. هذه الأرقام المشرفة والإنجازات التي ترفع لها القبعات لم تحصد إلا بعد جهد جهيد سعت خلفه أيادي بيضاء من مجلس مؤسسي وأمناء مؤسسة حضرموت، يتقدمهم مهندس التنمية في حضرموت والوطن المهندس عبد الله أحمد بقشان. المؤسسة خلال مسيرتها في 14 عام أصبحت مخرجات برامجها في كل أصقاع الدنيا، لذلك الطلاب يمتد تأهيلهم من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا غربا حتى اليابان شرقا. لدينا حقيقة آلاف من الخريجين الآن يتبوون مواقع قيادية وميدانية في الداخل وفي الخارج. طموحاتنا أن تنهض حضرموت بهؤلاء الناس وعودتهم إليها عودا حميدا إن شاء الله، ستنقلب فيه أوضاع حضرموت رأسا على عقب من أجل تحقيق النماء المستمر. أعظم الاستثمارات التي تحدث التغيير الإيجابي في المجتمعات النائية الاستثمار في الإنسان، وهو تحركت لتحقيقه مؤسسة حضرموت وبالشراكة مع مكتبي وزارة التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت لتأسيس ثانويات نموذجية تضم بين دفتيها الطلاب المتفوقين لرعايتهم وتأهيلهم التأهيل الجيد ليكونوا مشاريع قادة التنمية في المستقبل. فكان الحصاد 1601 خريج من مدارس الثانويات النموذجية في ساحل ووادي حضرموت. في الحقيقة كانت هذه الاحتفائية تأتي في الذكرى 14 لهذه المؤسسة، هذه المؤسسة الرائدة في مجال التنمية على عموم الوطن، ونحن سعداء جدا أن نكون رقما من أرقام هذه المؤسسة المميزة. ويأتي دورنا الآن كطلاب كنا مبتعثين على حساب هذه المؤسسة، يأتي دورنا الآن أن نعود للوطن ونبني هذا الوطن الذي أنهكته هذه الحروب. لذلك نجدد شكرنا إلى المهندس الشيخ الوالد عبد الله أحمد بقشان. فمن يرى المؤسسة اليوم لا يمكن له أن يتصور كيف كانت هذه المؤسسة فكرة صغيرة، ونتمنى لها فعلا الازدهار في بقية الأعوام، وشكرا. المؤسسة وضمن اهتماماتها بأشكال التعليم الثلاثة، ومنها التعليم الوسطي الذي أفرغت له المؤسسة برنامجا مهنيا أطلقت عليه برنامج الحياة عمل منذ 9 سنين، وكان نتاجه قصص نجاح تستحق الإشادة. ما حققته المؤسسة في مجال التعليم المهني أن تخرج من برنامج الحياة عمل 2262 خريجا من مختلف الدورات المهنية التي تمولها وتنفذها المؤسسة في مختلف مديريات حضرموت. ينضم معنا هنا عبر الهاتف رئيس مجلس مؤسسي وأمناء مؤسسة حضرموت المهندس عبد الله أحمد بقشان. نرحب بك معنا في هذه النافذة الإخبارية مهندس عبد الله. الله يحييك، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بخير، وأيضا نهنئكم بمرور 14 عام على تأسيس مؤسسة حضرموت تنمية بشرية. مهندس عبد الله، ما الذي دفعكم لتأسيس هذه المؤسسة؟ لازم تذكر أول زيارة لي لحضرموت عام في 5 مارس 2002، وللأسف الشديد قابل كثير من الشباب، لما كان أحد منهم يتكلم عن التعليم كلهم كانوا يطمعوا في فيز العمل في الخليج أو في المملكة العربية أو أي دولة أخرى.
فكان هو هذا الدافع الرئيسي. وتمت هذه أثناء زيارة سمو السيد الأمير سلطان ولي العهد للمكلا، زيارة تاريخية التي تمت في شهر يونيو عام 2006، وأثناء اجتماع مع رجال الأعمال في يوم الجمعة 2/6/2006 بارك سموه إنشاء مؤسسة تعليمية لخدمة أبناء حضرموت، فكان هذا هو الدافع الرئيسي. نعم مهندس عبد الله، بعد حصادكم لهذه الأرقام المشرفة التي ذكرها التقرير قبل قليل، خطواتكم المستقبلية في المؤسسة إلى ماذا تطلعون؟ بإذن الله إن شاء الله نحن طموحين يعني في مؤسسة حضرموت. انتقلت مؤسسة حضرموت من مؤسسة محلية إلى مؤسسة دولية. الآن مؤسسة حضرموت أصبحت معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في أوروبا، في كثير من الدول. إنشأنا مؤسسة جديدة بنفس الاسم في الولايات المتحدة الأمريكية وتخضع للقانون الأمريكي، واسمها مؤسسة حضرموت، وهي تخدم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكل دول شمال أمريكا. وبإذن الله سوف ننشئ مؤسسة أخرى إن شاء الله في فرنسا تخدم أوروبا. عقدنا العديد من الاتفاقيات مع الجامعات في أمريكا وفي كندا وفي أوروبا لخدمة طلاب المؤسسة إن شاء الله بإذن الله. هناك عندنا برامج كثيرة إن شاء الله في المستقبل القريب سنعلن عنها بإذن الله، وبتكون إن شاء الله بإذن الله نقلة نوعية في التعليم في 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 حضرموت بإذن الله إن شاء الله. نشكرك جزيل الشكر مهندس عبد الله أحمد بخشان رئيس مجلس مؤسسة حضرموت تنمية بشرية، أيضا نرجو لكم كل التوفيق في خدمة أبناء حضرموت والوطن عموما. شكرا لك وشكرا لجميع العاملين في مؤسسة حضرموت وكل عام وانتم بخير. اختتم تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي لمراكز علاج فيروس كورونا المستجدة وتدريب العاملين عليها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت دكتور هاني خالد العمودي أنه جرى تركيب أجهزة التنفس الاصطناعي في مراكز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون العامة، مستشفى الحياة بالقطن ومستشفى تريم بوادي حضرموت، وتدريب الكادر الصحي العامل بالعناية المركزة بتلك المراكز. وثمن العمودي دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي بمحافظة حضرموت، وكذا تركيب الأجهزة الحديثة لمراكز العزل وتدريب العاملين فيها. أكد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بحضرموت دكتور أحمد البيتي أن عدد الحالات المصابة بالإيدز بلغت 35 حالة جديدة من فئة الشباب ذكورا وإناثا خلال العام الحالي، وجميعها تتلقى العلاج بسرية تامة وبشكل مجاني، مشيرا بأنه ومنذ تأسيس مركز علاج الإيدز في حضرموت وصلت الحالات إلى 595 حالة، مؤكدة من نساء وأطفال ورجال ومن عدة محافظات يمنية. وليس صحيحا ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود 5000 حالة بساحل حضرموت، معربا عن استيائه الشديد من عدم تجاوب السلطات المحلية بحضرموت للمناشدات والنداءات بضرورة الدعم بميزانية تشغيلية للمركز خاصة في ظل تزايد الحالات. المرض هو فيروس يسبب هذا المرض وينتقل عن طريق أما الجنس أما الدم أو عن طريق حليب الأم المصابة لطفلها. نعم نحن نقول إنه اليمن هي أقل دول العالم إصابة بفيروس الإيدز، وحضرموت أيضا نحن لازلنا في بداية الحالات، لكن نحن نشعر بأن هذه الحالات هي حالات كثيرة بالنسبة لنا، وأيضا نرى أن الحالات أيضا في تزايد. طبعا نحن كجزء أيضا من مستوى الصحة والسكان المحافظة لدينا مشاكل كبيرة جدا، سواء كان في الجانب المالي أو في الجانب الإرشادي في المواصلات في كثير من الأشياء. طبعا كان يدعمنا الصندوق العالمي ميزانية تشغيلية إلى 2015، كانت ميزانية بسيطة جدا لا تفي حتى بنسبة 10% من احتياجات المركز. هذا يحتاج إمكانيات كبيرة. السلطة المحلية للأسف الشديد لا توجد أي دعم مادي إلى اليوم. يعني نحن نشدنا السلطة من سابق
وعبر مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة لأكثر من مرة بأن يدعموا هذا البرنامج ميزانية تشغيلية. افتتحت جمعية الحكمة بفرع حضرموت مستوصف الشفاء الطبي بمديرية غيل باوزير بحضور رئيس جمعية الحكمة الأستاذ عصام عبد الله باوزير بتمويل من فاعل خير بدولة الكويت وبواسطة جمعية إحياء التراث الإسلامي وبتنفيذ وإشراف من جمعية الحكمة وبتنسيق مع مؤسسة الريادة التنموية بغيل باوزير. عقب الافتتاح شكر مدير مديرية الغيل الدكتور عدنان حمران الداعمين والمنفذين لهذا المشروع مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء ليلبي احتياجات المديرية مؤكدا أن السلطة المحلية على استعداد لتذليل الصعاب التي تعترض هذه المشاريع التي تخدم جميع شرائح المجتمع. وبدوره أعرب رئيس جمعية الحكمة عن شكره لفاعل الخير وجمعية إحياء التراث بدولة الكويت على دورهم في إقامة هذه المشاريع الصحية وحثهم على السعي لتجهيز جناح العمليات والرقود من أجل استكمال أقسام المستوصف ليقوم بدوره في تقديم الخدمة الصحية التعاونية للمجتمع. مشاهدينا الكرام، نختم النشرة معكم بهذا الخبر، حيث قال رئيس منظمة الصحة العالمية أن العالم يجب أن يكون قادرا على السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد بشكل أسرع من العامين اللذين استغرقهما ترويض وباء إنفلونزا عام 1918. وقال رئيس المنظمة للصحفيين: لدينا عيب العولمة والتقارب والربط، ولكن لدينا ميزة أفضل وهي التكنولوجيا، لذلك نأمل في إنهاء هذا الوباء قبل أقل من عامين. مشاهدينا الأعزاء، هذا هو كان آخر خبر في هذه النشرة، أعود وأذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يحث المقاولين المنفذين للطريق العام للمدخل الغربي للمكلا على سرعة الإنجاز وجودة العمل. وكيل وزارة التربية والتعليم يؤكد على أهمية الإعداد لبدء العام الدراسي ومضاعفة المنجزات في القطاع التربوي والتعليمي بمديريات المحافظة كافة. استئناف الدراسة الجامعية في عموم كليات جامعة سيئون. ازدياد عدد الحالات المصابة بالإيدز خلال العام الحالي في حضرموت. في ختام هذه النشرة التفصيلية التي قرأناها على حضراتكم من استديوهاتنا من المكلا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. المزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في، وبإمكانكم مشاهدة البث الحي للقناة على موقعنا في اليوتيوب. في أمان الله.